تعال 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 يا النجم المبدع. يا ولد قبل شوي جلس جلسة تأمل اللي بيصير. سيف الله العظيم إني أحبك الله. حتى أنا والله. الله الذي لا إله إلا. جاني ما أدق. ليش يا سيف؟ ليش؟ أنت نقي سريرة مهما كان مهما كنت نفسية لكنك نقي سريرة نقي سريرة الذي لا يبور الذي لا يعني لا ينتهي. شوف ما صلى النبي قبل شيء جلسة تأمل شوي. كل اللي بيصير هنا ذكريات. اي والله انا ما فيصل حربي شفت اللي قبل شوي في كنترول انت سعد فيصل حربي كان معي في كاريزما واحد في ذمتك هو اللي وحشتني وانا لي في الدروب دروب كنت في كاريزما ضايفني بالتيك توك ويسولف معاه فنان ترى ما عرفت ترى فنان صوته فخم هذا مو جايب ولدي حطه هنا هذا كان مع عمر هذال دولة هذا امانه يا ولد يا عيال في ذمة والدي زايد المكس تدشين اليوم اوكي يا عيال ابو فرع والله دخلت ارحب يا مرحبا انت محزون حلو لا لا ما هو لغلوغ لا صل على محمد صل على محمد حلو صل على محمد اوكي لا تزود اب كان كتب ما تنكتب لا ما تنكتب والله اقسم بالله انت من الهيمون والله ضابط علي شنو هذا منو يانا هالحزه الحزه الحزه ما يقول الحزه لا منو يانا هالحزه منو يانا منو ياينا منو ياينا يا رب ما يشوفونا كويتيين الحين الحين يجيني عيفان وناصر بن قامره نعمال عصي لا شوف النعميه تستاهل انا اسف اي صح صح منهم وفيهم خاشمة بلوتوث لا بس كيف بالله امان امان انا وانا معدي كذا تحس اني يعني وش شيء ها والله فنان الله حطها انت يا ورع حش لا فنان فنان لا تكفى لا كيف اوكي حلو يعني هو يحط نفسه ما تدرون والله مش انزي اشربه من هنا لين ولا السنه الجايه والله اني حاط الذبه ذي بس مضبط نفسي اصبر اصبر شوف احنا فاصلين الشاشه عشان الهيتر شوفوا يا شباب يا وائل المعدين ممنوع يجون الكافي حقنا يا وائل طيب حاطين وصله لما جبت وصله جبت التوصيله جبت التوصيله يا احمد اسمع انا فاصل ليش عشان هذا احس انه في بيت نحتي ضيوف طيب 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 عادي 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 افصلها 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 لا الهيتر مليون حرب ونزاع يا عيال من اللي جايب الهدايا ذي ولا ضي ضيافه ولا شيء هذه يا طويل العمر والسلام ما بس فيك ابو خشمان ابو خشمان امس كان الربع ابي لي قهوه حمستها وسط ها قالوا ميدها ويوم جاء قبل شيء لقرب الدعم حقه مرسلين تمر وحلا وقهوه بيض الله وجيههم قهوه تستاهل يا ابو بيض الله وجيههم والله العظيم انهم فرحوني وكانت هذه وجاتي وقتها وكانت بعد اللي قبل شوي المبادره ولكن تاخرت وانا علمت كل الحمد لله جيت الحمد لله وهذه لكم من جاء مبطا بيض الله وجيههم وجيهكم بيض وانتم تستاهلون يا ابو عبيد لبيه يقول ايه ايه يقول والله العظيم اني زعلان ومتضايق يوم من بعض الليالي كلها زايله مين اللي طفى لا 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 مين اللي طفى مكيف عشان ما يصير بوكس بيننا لا لا بيشغل بس يبغى يولع الكهرباء لان بعض الاحيان الامور ما تاخذها في سياسه ان كان خشمك مرتفع كسرناه ورحت للمستشفى وجبرته في قسم الجراحة لأن بعض الأيام ما فيها راحة أيوة لأن بعض الأيام ما فيها راحة وقسم الجراحة ما هو مثل قسم الباطنية يا يقول اسمع اسمع طيان البيت يقول والله إن تابانين ويوم إن الليالي غدا نعوج نعود ايوه وفجوج الارض وسيعه اي هذه رديه بيني وبينه جيت انا وشقرت عليكم اسمع جيت انا وشقرت عليكم قلت والله انك يا سلطان وريان منان تروحون وانا مع النجم سلطان ولا طربان وانا لا تحسب اني طربان انا على شوفتكم وهرمان الله يقول مثل النخل لا يجيب له تمر اسمع 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 الرد اسمع الرد تفضل يقول النجوم كثار وانت ولا نجم اجم ايه
حنا بعض الاحيان نرفع مقامك وانت ما هو بنت وانت نذل بس ما هو بنت هذه يعني محشوم مجار انت محشوم قام يحذفها يمين يسار طاحت عندي يلا انت محشوم طبعا اي هذه لا تاخذها من الارض وتحطها على راسك لا تاخذها من محمل الجد اسمع 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 انت نجم يوم ان الليالي كل ابوها نجوم يوم الليالي غدا نعوم اسمع بعض نجوم ما هي مثل بعض الغتر الغتر بعض نجوم ما هي هذا اللي خرب الجلسه سيف صن لو سمحت شوي بس اوكي لا اسمع اسمع اوكي اوكي اسمع سيف مجله خلاص يا الربع خلاص عطني يا صدق مين حذي اسمع يا الربع خرد الرديه اسمع يا ابو حسين دقيقه والله ان نرتب كل شيء اصبر شوي بس شوي انت لا لا ازال 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 والله نرتب كل شيء تبين ابيع تبين ابيع لا 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 ابيع لا 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 يلا 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 على سوم على سوم ابيع لا خلنا نهرج يا ابو خشمه حد شوف على خل سوام على خل سوام يا ابو لو سمحت اسكت يا ابو فرح ابو خشمان بع الثوب اللي لابسه والغتره والعقال كلها ثيابي انا لا لا في شيء لا ابيع بعد شوف 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 اول شيء في واحد يوم شاف الثياب دنك جا طال الثياب اسمعوا خلنا نهرج سم يا ابو فرح يوم ان الليالي كل ابوها مقابير يلا بعض الاحيان ما نبي مقابل وجيه نقلين نقلين وش نقلين خلها